بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن فضل سورة البقرة وماذا ورد في فضلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن كله كلام الله، كله له فضل عظيم، ولكن يتفاضل فيما بينه. سورة البقرة وسورة آل عمران جاء في الحديث أنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان ظلان صاحبهما. وجاء أيضا وصف سورة البقرة بأنها سنام القرآن، هي سورة عظيمة تشتمل على أحكام عظيمة في التوحيد وفي أحكام العبادات أحكام المعاملات، وفيها محاجة بني إسرائيل، قامت الحجة عليهم، فمواضيعها عظيمة وكثيرة، هي سورة عظيمة. وأما آية الكرسي فقد جاء في فضلها أن من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه حافظ من الله ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهي أعظم آية في كتاب الله بما تشتمل عليه من المعاني العظيمة في أسماء الله وصفاته. فقد جمع فيها سبحانه وتعالى بين النفي والإثبات، إثبات الأسماء والصفات لله والكمال المطلق لله، ونفي العيوب والنقائص عن الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل أبو عبد الجبار يقول: فضيلة الشيخ، بأنني أربي الإبل والغنم وأبيع وأشتري، متى تجب الزكاة في هذه الحيوانات؟ الزكاة في قيمتها، لأنها عروض تجارة على ما ذكرت، فهي عروض تجارة. إذا تم الحول على رأس المال الذي اشتريتها به أو تم الحول عليها، فإنك تقومها بما تساوي وقت تمام الحول وتخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أي كتب الأحاديث أقرأ بها على جماعتي؟ فأنا للتو عينت إماما لأحد المساجد وأريد أن يستفيد المصلون من هذه الأحاديث. أقرب كتاب وأكثره فائدة رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، وهو كتاب جامع ومفيد في مواضيع متعددة. وكذلك كتاب الحافظ المنذري ترغيب والترهيب، أيضا هو كتاب حافل ومفيد، ترغيب في كذا والترهيب من كذا، ويولد الأحاديث المناسبة تحت كل باب. نعم. يقول السائل: عندي حفيز ومحل للبيع والشراء في وسط السوق، وقد علقت آية في وسطه وقل ربي زدني علما. لا يناسب تعليق الآيات والسور على الجدران، إن هذا شيء لم يعمله السلف الصالح، مع أنهم أحرص منا على الخير. القرآن يحفظ ويتلى ويتدبر ويعمل به، ولا يعلق على الجدران أو في المحلات، لأن هذا يعرضه للإهانة، قد تسقط هذه المعلقات وتمتهن وتداس. وأيضا إذا كان يعلق القرآن في المحل أو على الباب من باب اتخاذ لأجل الحفظ، حفظ ماله أو حفظه، إن هذا من تعليق الحروز، وهذا لا يجوز أن يتخذ القرآن معلقات حروزا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لابد من الكتابة عند عقدنا للزواج جزاكم الله خيرا؟ إذا كان بينكما شروط وأردتم توثيقها فلا بد من الكتابة، أما إذا لم يكن هناك شروط فلا حاجة إلى الكتابة. الزواج إيجاب وقبول، إيجاب من ولي المرأة وقبول من قبل الزوج أو وليه، ولا حاجة إلى الكتابة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: ما هي آداب دخول المقابر، وماذا نفعل عند الدخول، وكيف نقف عند الميت؟ نعم، آداب زيارة القبور أنك تزورها لأجل السلام على الأموات، وتزورها لأجل الاعتبار
الاتعاظ بأحوال الموت، فإذا وصلت إليها إنك تدخل وتقول السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اغفر لنا ولهم، نسأل الله لكم العافية. ثم تأتي إلى القبر الذي تريده وتقف عنده عند وجهه مستقبلا القبلة، تقف يعني محاذيا لوجهه مستقبلا القبلة، تسلم عليه أولا محاذيا لوجهه مثل السلام على الحي، ثم إذا أردت أن تدعو له فإنك تستقبل القبلة، تجعل القبر بينك وبين القبلة فتدعو الله للميت ثم تنصرف. نعم. هذا يسأل يا شيخ ويقول: ما حكم شراء السيارة من الشركة أو المؤسسة والتوقيع على السندات قبل تملك هذه الشركة للسيارة، ولم أعلم بذلك إلا في الأخير؟ إذا كان العقد على سيارة معينة فلا يجوز إلا برؤيتها معرفتها أو بوصفها بما ينضبط في عقد السلم، وصفها الوصف الكافي. أما إذا كانت السيارة غير معينة، تشتري سيارة ماركة من ماركة كذا غير معينة، فهذا ما لا يلزم أن ترى السيارة، لأن هذا يشبه عقد السلم، لكن بشرط أن تسلم القيمة في المجلس، مجلس العقد، لئلا يكون هذا بيع دين بدين. إذا لم تسلم القيمة والسيارة لم تستلمها يكون هذا بيع دين بدين، لا بد من تقديم القيمة في المجلس. هذه سائلة تقول: الشيخ، ما حكم عمليات التجميل بعد الحادث؟ فقد حدث لي حادث سيارة وتكسرت أسناني الأمامية، وقمت بتركيب أسنان، وأيضا كان هناك خدوش حول العينين، وقمت بعملية لتجميلها. لا بأس بذلك، إزالة آثار الحادث وتجميل ما الخلل الذي وقع، تجميله لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، هل الحسنات تتفاوت فيما بينها؟ يعني إذا كان لدينا عبادتان إحداهما أشق من الأخرى وثبت لهما نفس عدد الحسنات، فهل يؤجر المسلم عليها؟ الأجر ليس على المشقة، الأجر على النية، الأجر على النية الخالصة لله عز وجل. وأما المشقة الدين يسر ولله الحمد، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولا تتعمد الشاق، وعندك شيء يقوم مقامه أيسر منه. نعم. يقول أيضا في فقرته الأخيرة: اشرحوا لي حديث المشقة تجلب التيسير. نعم، المشقة تجلب التيسير، وهذا في الرخص الشرعية، المشقة في السفر تجلب التيسير، الإفطار في رمضان وقصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين هذا من التيسير، والمريض أيضا من التيسير أنه يفطر في رمضان ويقضي من أيام أخر، وأن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك، وإذا كان لا يقدر على الماء على استعمال الماء أن يتيمم ويصلي، كل هذا من التيسير، الرخص الشرعية كلها تيسير ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى يا فضيلة الشيخ ربا الجاهلية؟ اشرحوا ذلك مع تمثيل. ربا الجاهلية أنه إذا حل الدين المؤجل فإن صاحبه يقول للمدين: إما أن تقضي وإما أن نزيد عليك الدين ونمدد في الأجل. هذا لا يجوز، هذا ربا الجاهلية، تضاعف الدين بدون فائدة تحصل للمدين، لا سيما إذا كان معسرا. الله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل الشيخ عن الفرق بين العقيقة والوليمة، وهل الأفضل في العقيقة دعاء الناس إليها وإذا تركها الإنسان لعدم قدرته عليه؟ القدرة العقيقة هي ما يذبح للمولود، للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة بعد ولادتهما شكرا لله عز وجل، وهي سنة مؤكدة وفيها خير للمولود وخير لوالديه أيضا، سنة مؤكدة ليست واجبة، إذا فعلها فهو أفضل وإن لم يفعل فلا حرج عليه. نعم. يقول الشيخ: ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء والصفات، الأسماء هي ما سمى الله به نفسه،
خاصه مثل الله العزيز الكريم الحكيم، والصفات كل اسم من اسماء الله فانه يؤخذ منه صفه من صفات الله، مثل العزيز يؤخذ منه صفه العزه لله، كريم يؤخذ منه صفه الكرم لله عز وجل، وهكذا. نعم. احسن الله اليكم. ابو عبد الله يقول في حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله، هل نقول في ظل العرش ام في ظل الله؟ ظاهر الحديث في ظل الله، ظل المخلوق، يعني ظل الله المخلوق، اضافته الى الله اضافه مخلوق الى خالقه، هذا هو الظاهر والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. فضيله الشيخ، هذا سائل يقول زوجتي لا تقوم بحقي وخصوصا في المعامله في البيت، وانا ابادلها نفس المعامله. فضيله الشيخ، ما الواجب عليها وما الواجب علي؟ الواجب عليك المعاشره بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فالواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف، يعني يبذل لها السكن المناسب والكسوه المناسبه والنوم عندها والنفقه ايضا، النفقه المناسبه. وللرجال عليهن درجه، فالرجل له حق على المراه حق الزوجيه، والمراه ايضا لها حق ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجه. فالرجل له حق على زوجته والمراه لها حق على زوجها، ويؤدي كل واحد من الزوجين ما عليه للاخر. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل الشيخ، اي الاعمال الصالحه التي تقوي من ايمان العبد، وما حكم الشرع في نظركم في انخفاض الايمان وزيادته وقول السلف في ذلك؟ هذا لا شك ان الايمان قول وعمل واعتقاد، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، لابد من هذه الامور الثلاثه، هذا تعريف الايمان عند السلف الصالح. ويزيد بالطاعه، قوله تعالى اما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، ويقول سبحانه وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. فالايمان يزيد بذلك، كما في نص الايه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. وينقص الايمان بالمعاصي حتى يكون مقدار حبه من خرد، قد يكون مثقال ذره، كما قال صلى الله عليه وسلم الايمان 74 شعبه، اعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق، ادنى خصال الايمان اماطه الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. يقول هذا السائل، في حارتنا وفي سكني اتاخر قليلا عن صلاه الظهر فيكون الصف مكتملا ولا اجد فرجه للدخول الى الصف الاول، فاصلي لوحدي خلف الصف منفردا، وحدث معي هذا أكثر من مرة. أولا أخطأت في تأخرك عن الحضور، يجب أن تبادر إلى الصلاة، إذا سمعت النداء فبادر إلى الصلاة، خذ مكانك من الصف، كل ما قربت من الإمام فهو أفضل، لا تحرم نفسك من هذا الفضل. وإذا جئت متأخرا فلا بد أن تدخل في الصف أو أن يأتي من يصلي معك، ولا تصلي وحدك خلف الصف، لا تجزي صلاة الفذ خلف الصف. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. أحسن الله إليكم. طيب يا شيخ، الصلوات التي صلاها منفردا أكثر من مرة، إذا كانت صلوات بإمكانه أن يقضيها أنه يقضيها، أما إذا كانت كثيرة وهو يجهل الحكم فنرجو أن الله يغفر له. نعم. هذا يسأل ويقول، لدي حساسية كثيرة جدا يا شيخ، وخصوصا في أنفي، فعند السجود أضع طرف الشماغ على الأرض ثم أسجد. لا بأس بذلك أن تسجد على شيء إذا احتجت إليه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم والأرض فيها حرارة بعد الشمس من الرمضة، فيضع أحدهم إمامته على الأرض ويسجد عليها. نعم. هل ورد أحاديث في فضل ميامن الصفوف فضيلة الشيخ؟ نعم، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما المشروع من الأذكار أن يقولها المسلم وهي ثابتة بعد انتهاء الصلاة وبعد أن يسلم الإمام؟ استغفر الله ثلاثا
بعد السلام، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وإن كان بعد المغرب فإنه يأتي بالتهليلات العشر، أو بعد الفجر يأتي بالتهليلات العشر، وإن كان في غيرهما من الصلوات فإنه يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: أنا كثير السفر وأصلي ركعتين قبل أن أخرج من بيتي، أسميها ركعتي السفر، هل ورد ذلك؟ لا أعلم شيئا في ذلك، أنه عند السفر يصلي ركعتين، ولكن عند القدوم، عند القدوم كان صلى الله عليه وسلم يقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج، وهذه تحية من زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.